حضراتكم مرة تانية عايز اقول لكم ان الكورونا او الاوميكرون الجديد او الجديد بتاعه او الاوميكرون الخفي اللي طالع من الاوميكرون اللي جالنا، كل الحاجات دي عايز اقول لكم 4 سلالات فرعية مختلفة يتم تعقبها، وده تصريحات من منظمة الصحة العالمية كلهم خارجين من الاوميكرون. كمية الاصابات اللي شافتها الكرة الارضية خلال الاسبوعين 3 اللي فاتوا اكتر من كل الاصابات اللي حصلت في 2020، يعني اكتر من اللي شافه العالم كله في 2020 اصابات بالجملة. ولكن الحمد لله انها اصابات طفيفة لان الحالات والحالات الحرجة بتكون اقل شوية. خلوني اقول لكم زي ما بتابع مع حضراتكم دايما، انا النهاردة معايا ضيف وهيكون معايا عبر سكايب علشان نفهم منه ايه الحكاية، نفهم منه ايه التفاصيل. ضيفي في هذه الفقرة دكتور ايفن هيوتن، مدير قسم الامراض السارية بالمكتب الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية WHO. دكتور ايفن، هاو ار يو سير؟ جود ايفنينج، هاو ار يو؟ مساء الخير، انا سعيد بوجودي معك في هذا اللقاء. اشكرك، وانا سأسأل باللغة العربية ويتم الترجمة الآن على الهواء مباشرة من زميلي العزيز باللغة الإنجليزية حتى تجيبني. سؤالي الأول، إلى أين وصلنا في التعداد أو الإصابات بالمتحورات الجديدة بأوميكرون؟ بالتأكيد نحن نشاهد مايكرون وأن عدد الحالات يوميا أصبح بشكل متزايد عكس ما رأينا في الماضي مقارنة بالمتحورات الأخرى في الماضي. هذا الفيروس في طريقة ما يسبب أيضا ضعف وليس بالقوة التي شاهدناها في الماضي، ولكن ما زال فيروس كوفيد متواجد وهو يسبب في الماضي كان يسبب أمراض صعبة جدا ويؤدي إلى الوفاة بعد الحجز في المستشفيات. ولكن بمتابعة الأعداد الكبيرة لهذا المتحور مايكرون ربما يضع أيضا ضغطا كبيرا على منظومة الاستشفاء والمستشفيات والصحة، ومن ثم نحتاج أن نكون أكثر حركة من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء ايضا القناع والماسك واجهزة ايضا التنفس الطبيعي، ان تكون الصناعي، ان تكون جاهزة، وان نكون مستعدين ايضا ونتعاطى الفاكسين او المصل من اجل حماية انفسنا من كوفيد ومن المتحورات. هل تتوقع ان يكون اكثر حدة في المستقبل؟ هل هناك دراسات تنظر إلى أوميكرون والتطورات من أوميكرون بأنها ستتطور في القوة؟ من الصعب أن نتوقع المستقبل فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن هذا الفيروس مستمر في الانتشار والتحور في أشكال متعددة، وكما نتحدث اليوم لا نعلم ماذا سيظهر غدا. ولهذا السبب فإننا في حاجة أن نكون في حركة دائمة ومستمرين أيضا في منع التجمعات، ارتداء الماسك، ايضا فتح الشباب النوافذ من اجل التهوية والتلقي كما قلت ايضا التطعيم. كل ذلك خاصة اولئك الذين يتعرضون لبعض المخاطر ولديهم امراض كبار السن ولديهم امراض السكر او امراض اخرى صعبة. هل ينتظر العالم ظهور لقاح جديد اكثر قوة في الاشهر القادمة بالاضافة الى العلاج؟ يعني هناك علاج وهناك لقاح، هل ننتظر لقاح أقوى وأكثر شمولا في الأشهر القادمة بخلاف العلاج؟
بالطبع هناك دائما الأبحاث مستمرة والتطور مستمر على الفاكسين، ولكن أود أن أؤكد هنا بأن الفاكسين أو اللقاح الذي نأخذه اليوم هو الأهم، هو الذي يمنع تفاقم الأمراض والاحتجاز في المستشفيات والوفاة. ربما هناك بعض النقاط الخلافية أو الارتباك العديد من الفاكسين، البعض يقول تلقينا اللقاح وأصبنا أيضا بالوباء، ولكن هناك فارق كبير بين الاثنين. احيانا نتعاطى الفاكسين ونصاب ايضا بالوباء كورونا، وبالتالي نعم نحن نتعاطى ونصاب، ولكن هو يساعد على المناعة والوقاية ولا يؤدي الى تدهور الصحة، وبالتالي يمنع الفرد من البقاء في المستشفيات او الوفاة. كمثال لدي زميل من قال لي مثلا انا لدي اعاني من السكر واخذت الفاكسين وبالتالي اصبت ايضا بالوباء، وبالتالي الفاكسين لا يعمل. قلت له لا، الفاكسين يعمل، وكان هاما جدا لمنع حالتك من التدهور. العلاج والحبوب او الادوية المختلفة التي يتم العمل عليها او انتاجها الان في العالم، كيف سيكون مراحل تطورها لأنها تعالج أو تواجه فيروس متحور؟ في الحقيقة الأمر يجب علينا أن نتخذ كل الإجراءات المتاحة جميعا، لا نتحدث عن إجراء واحد، لا نتحدث عن اللقاح أو الماسك أو العلاج، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار هذه الأدوات جميعها من أجل محاربة هذا الوباء وهذه الجائحة. وبالتالي لدينا أيضا الإجراءات الاحترازية، غسل الأيادي، فتح النوافذ، التهوية داخل البيت، عدم التجمعات، كل ذلك يساعد بشكل جيد على منع انتشار المرض. لدينا أيضا الفاكسين الذي يساعد على منع البقاء في المستشفيات والوفاة. لدينا أيضا الكثير من المرضى، ولكن يستطيعوا أن يستمروا في العمل، وأيضا بعض الذين يصابون مصابين بالأمراض، ولكن الأبحاث ستقدم لنا كثيرا من الأدوات الهامة في المستقبل بالطبع. كيف استطاع المتحور الجديد من أوميكرون أن ينتشر في 57 دولة بهذه السرعة؟ أوميكرون تغير مقارنة بالفيروس الآخر. الفيروسات الأخرى التي عانينا من قبل كانت تهاجم الجهاز التنفسي والرئتين، وبالتالي أوميكرون يتواجد فقط في الجزء التنفسي العلوي، وبالتالي في ربما في الحلق، ولا ينزل إلى الجهاز التنفسي وفي الأنف، وبالتالي من السهل انتقاله سريعا، وبالتالي إصابة أيضا الجهاز التنفسي صعب انتقاله بالسرعة، ولكنه أقل حدة وأقل خطورة. ولكن ربما لسنا متأكدين أنه على التجمعات البشرية الكبيرة، نرى العديد من الحالات أيضا التي تسبب لم نرى حالات صعبة في المستشفى، وبالتالي علينا أن نستمر أيضا في اتباع كل هذه الإجراءات الاحترازية كما قلت. هل من الممكن أن يستمر الكوفيد سنوات عديدة أخرى؟ هل ستستمر الكرة الأرضية وشعوب العالم في مواجهة هذا الفيروس لسنوات طويلة؟ من الصعب القول ومن الصعب التنبؤ عن المستقبل. المشكلة أن الفيروس باقي معنا لفترة من الزمن ومن الوقت. الأهم هو كيف نتعامل وكيف نمنع من أن يؤدي إلى الوفاة. سنة بعد سنة هناك الإبداعات وهناك الاختراعات وهناك المزيد من الإجراءات التي تساعد على منع، مثل كما قلت أجهزة التنفس
التنفس ومثل الماسك وغيره، ولكن سيكون لدينا في المستقبل أيضا طرق ووسائل أخرى مثل ما حدث مع الفاكسين من أجل إيجاد علاج أكثر فعالية. ولكن هذه المرحلة أو المتحورة تسبب الكثير ربما من القلق، ولكن لا تسبب الكثير من الوفاة، وبالتالي في مراء ذلك ربما يظل المرض أو الوباء متباقيا، ولكن طالما لا يسبب الموت أو الوفاة فإن وبالتالي لن تحدث الكثير من الارتباكات التي تحدث داخل المستشفيات، ونستطيع التعايش مع هذا الوباء. ولكن ما نستطيع أن نفعله هو كما قلت اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وأيضا أن نأخذ هذا اللقاح وبالطريقة الصحيحة. كيف تنظر منظمة الصحة العالمية إلى التطور في القطاع الصحي في مصر؟ I'm not sure I understand your question. The development of يعني أنا أريد أن بالتأكيد تتابع منظمة الصحة العالمية دائما ما تقوم به دول العالم في مواجهة هذا الوباء، وأيضا على الصعيد الصحي لزيادة الوعي. هل هناك متابعة بشكل مباشر؟ هل هناك لديك رأي بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية ومتابعتها للتطور الصحي في مصر؟ So of course. نعم بالطبع، نحن نعمل عن كثب مع وزارة الصحة المصرية، ونرى الكثير من الحماس والكثير من اتخاذ الإجراءات الكثيرة لمنع إصابة السكان. هناك نقطة هامة جدا أن وزارة الصحة في مصر تحتاج أيضا إلى عملية التعبئة لكل المصريين من أجل ضمان حصولهم على هذا اللقاح، وبالتالي بدلا من الحديث والتفكير عن مخاطر المتحور الجديد وأن نسأل أنفسنا العديد من الأسئلة حول هذه المخاطر، ما يجب أن يفعله الشخص هو أن يحمي نفسه بغسل الأيدي وبأيضا بارتداء الماسكات وأيضا بالحصول على الفاكسين من أجل هذه الحماية. هو لا يمنع كما قلنا ولا الوباء، ولكنه يمنع التدهور ويمنع البقاء في المستشفيات ويمنع أيضا الموت، وهو ما نهتم به في المقام الأول. دكتور آيفن نيوتن، مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في البرنامج وعلى انتظارك معانا وإجابتك على كل الأسئلة. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني الحياة اليوم.